ما تردد من قبل أن يتعاقد النادي الأهلي مع ريني فايلر أنه كانت هناك مفاوضات جادة بينك وبين مسؤولي النادي الأهلي، كنت قريب جدا من التوقيع للأهلي، ونفس الأمر قاله كمان مع نادي الزمالك. صحت هذه الأنباء؟ وإذا كانت صحيحة، لماذا لم توقع لا للأهلي ولا للزمالك؟ En el mundo, y usted debe conocer, en el mundo del fútbol se habla mucho. زي حضراتكم عارفين بشكل واضح ان في عالم كرة القدم في كلام كتير بيتردد، في اشياء حقيقية وفي اشياء ليست. انا جيت للنادي اللي هو كان عايزني، وعندنا نادي بيراميدز عرض علي مشروع او موضوع وعرضوا علي هذا المشروع الجدي، وانا اتكلمت وتحدثت معهم بشكل كبير، لكن تفاوضي مع الاهلي او نادي الزمالك كان كلام. ولكن انا بالفعل سعيد جدا مع نادي كبير، نادي بيراميدز، وبحاول ان احنا نطلع نعمل ونحدد اهدافنا ونحقق اهداف اللي احنا اتكلمنا عليها مع إدارة النادي المحترم، بتعاملني بشكل جيد جدا. عندي مجموعة من اللاعبين الهائلين جدا، وبنحاول بقدر الإمكان نضعهم على الطريق اللي نقدر نحقق به الأهداف المرسومة، ولازم نكون جاهزين لجميع الأهداف الموضوعة من سواء من إدارة النادي أو من اللاعبين. قلت بيراميدز اتكلموا معاك على مشروع، وده اللي حمسك وحفزك انك تيجي لتدريب هذا النادي. ايه هي معالم هذا المشروع اللي اعجبتك؟ النظرة الثاقبة لتحقيق مستقبل على المدى القصير والمدى البعيد، ser un club إدارة النادي عندهم هدف أنهم يضعوا عن طريق المشاريع الجيدة لوضع الفريق في مكانة متميزة. وبالفعل الإدارة أو مجلس الإدارة أو المسؤولين عندهم يملكون الفكرة، ثقافة الفوز وتحقيق أهداف معينة سواء على المدى القصير أو على المدى البعيد، ولابد من العمل والتحسين أشياء دائما. ولكن فكرة النادي بالتحديد النظر إلى المستقبل وصناعة تاريخ لهذا النادي، ولكن لازم ناخذ في الاعتبار في أندية كبيرة ذات ظهر تاريخي كبير مثل نادي الأهلي والزمالك في مصر، ولكن في عالم كرة القدم أهم شيء الرغبة والطموح لتحقيق شيء. ولكن أنا لمست بالفعل اللاعبين في نادي بيراميدز سواء اللاعبين أو مجلس الإدارة أو المسؤولين عن كرة القدم في نادي بيراميدز.